اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا مولانا خالقنا رازقنا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام
اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم وفق رجال أمننا واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم سدد رأيهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجمعنا به في جنتك جنات النعيم برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.